السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كل مرة بنتكلم عن تطبيق نزل وجربناه، المرة دي هنزل نتكلم عن تطبيق لسه ما نزلش ولسه ما جربناهوش، تطبيق اسمه قدوة. تمام، هو بيقول لك ان السوشيال ميديا احنا غرقانين فيها، وهي اللي بتتحكم مين اللي يتفرج عليه وايه اللي ما يتفرجش عليه وايه القيود وايه الحاجات اللي تنفع وما تنفعش. فاحنا عايزين نعمل حاجة تكون مفيدة للأمة بتاعتنا. تمام، في حاجة من الاتنين، يا اما ان انت تبقى من ضمن المستثمرين في قدوة، او ان انت تستخدمه بعد كده. تمام، هيبقى فيه بودكاست حلو قوي، هيبقى فيه نادي الكتروني، هيبقى فيه تشجيع للتجارب. طيب خلينا واحده واحده. هو استكمال مبادره انا انسان اللي بقى لها 8 سنين تنميه المجتمع المحلي، ومفروض ان هي ان شاء الله هتبقى تكمله برضو لتطبيق اناديل اللي هو كان بيهدف لتمكين رواد الاعمال. قدوة بقى هيبقى عامل زي السوشيال ميديا، لكن هيبقى فيها دعم للثقافة بتاعتنا، دعم للفيديوهات بتاعتنا، تركيز على الكرتون المفيد للعلماء، الحضارة، الدين. من ضمن الأسباب إن هو الناس مضايقة من تطبيقات الفيديوهات الترفيهية، يعني في تطبيقات كتير قوي مجرد إن أنت تدخل تتفرج على حاجة تلاقي 600 حاجة عكس اللي أنت عايزه بدون توضيح. تمام، عشان بلاش قرف. هو يبقى فيه تثقيف للتربية الحديثة عشان يبقى فيه جيل مستقل مكتفي بذاته. كلام جميل جدا. تمام، اي حاجة زي كده لازم ان احنا ندعمها، هي تبع شركة اناديل. هسيب لكم الرابط وانضموا ليها ان شاء الله. تمام، ان شاء الله نحمل النسخة الجديدة من جوجل بلاي على اجهزتنا واجهزة الاولاد، وان شاء الله اللي يقدر يدعم التطبيق قدوة هو استثمار مش بتتبرع بحاجة، ولو انت صانع محتوى انضم. انا ناوي ان شاء الله ان انا انضم باذن الله. طيب انا اهو دخلت عليه وهبدا اتطبع على الجهاز بتاعي، وان شاء الله هحط لكم الحساب بتاعي ان شاء الله، ولعل وعسى يكون بديل عن السوشيال ميديا الغربيه، تبقى بدايه كويسه. يعني مفيش حاجه بعيده، يعني الصين ما عملت حاجه خاصه بيها بعيد عن الفيسبوك والانستجرام والتويتر وكل الحاجات ديت. تمام، ياسر ممدوح من الناس المحترمة كويسة جدا، فليه لأ، خلينا نجرب. سيب لكم الرابط وإن شاء الله يعجبكم بإذن الله.